السلام عليكم ومرحبا بكم معنا. نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. اليوم بإذن الله راح ندير لكم خبز الدار اللي هو عيطولو خبز الطابونة. نروحوا للمقادير تاع هذا الخبز. هذا الخبز لازم زوج كيلات تاع دقيق رطب هادو، وعندي كيلات تاع الفرينة، فنجان ماشي معمر تاع زيت الزيتون، مغير فماكلة تاع السمن، مغير فماكلة السكر، مغرفة قهوة من الكبار تاع ملح، مغرفة ونص تاع الخميرة تاع البولونجي يعني تاع الخبز، وعندي حبة الحلاوة والسانوج. نسحق تاني دوك ندير قدامكم زوج مغارف تاع الخل الأبيض ونطموها بالسوائل، نسحق شوية حليب ونسحق الماء دافي. نبدأ في العجينة ديالنا. الحاجة الأولى واش ندير، نحكم هنا عندي طوية صغير نتاع فيه واحد نص كاس تاع الحليب، ندير فيه سكر هكذا، وندير فيه الخميرة هكذا، نخليهم نغطيهم ونخليهم شوية تخمر لي هاد الحليب مع هاد الفريق مع الخميرة. نبدأ بالدقيق. بسم الله. الكيلة الأولى، الكيلة الثانية تاع الدقيق، ونزيد كيلة تاع الفرينة. شوفوا أنا اللي راح نديرو في البيتخان بالخفيضور. نقول لكم العجينة اللي فيها الفرينة كاع ما تخافوهاش، هاي تتعجن بالخف مام بالسميد، مي كي تكون معاها الفرينة تتعجن بالخف. واش راح ندير الخبز، ندير شوية شطيحة تاع باذنجان، هذيك اللي حبيت نغاول باش ندير لكم الوصفات في زوج. من بعد واش ندير، عندي الملح نحفر هكذا، وندير سانوج وحبة حلاوة، نخلط كامل هادوما كما يقولوا النواشف هكذا. شوفوا كاين بزاف البنات راهم يبعثوا لي على شويه لي غوسيت، ولا راني نروح بشويه، فهمتوا راني دوكا دوكا هكذا. وليدي كان عيان شويه، ها هو الحمد لله من دوكا يعني غير نقدر ندير لكم وصفه، غير نقدر بربي انا معاه دا روحي ما نخلي حتى وصفه، والله غير نعطيكم كلش باذن الله، ربي قدرني برك. هذا ما كان ندير زيت زيت زيتون هذا، قلنا ميم با فنجاله هكذا، ونزيد ندير هذاك السمن، ها هي مغرفه تاع ماكله نتاع السمن. اللي حاب يدير الزبده ما هي تجي يجي بالسمن يجي خير هكذا. فوالا نخلطو كلش، جو بريفير ندير بيديا عادي. وها هوك الخميرة والسكر اللي درناهم نديروهم تاني لداخل هكذا. نبدا ندخل هادو ما قبل، من بعد نبدا ندير الماء دافي بشويه حتى نطمها. ما ننساش حاجه، الخل لازم نديروه، نستناو دقيقه باش نعمل ديك العجين. مي هذه مغرفه الاولى تاع الخل، وهذه الثانية. الطيارة راهي جايزة، سي با كراف. دوكا نبدا ندير في الماء دافي. بسم الله. نروح غير بشوية. نضمو كامل. صافي ما نسينا والو ان شاء الله. ريحة السمن وريحة زيت الزيتون وطالع. هكذا مع خصوص الماء. هذا ما كلاش نزيدلو. هذه هي. دوكا انا نعجنو شوية ونعاود نوريه لكم معجون.
هكذا ندير يدي شويه تاع الزيت هكذا برك ونطخا هنا العجينه تاع الجنت هكذا نغطيها ونخليها تخمر هكذا هذه هي نخليها تخمر دوك نروحو للباذنجان هنا نرحى الباذنجان شوفوا واش درت درت شويه زيت وسكرفشت واحد 4 سنينات تاع الثوم هكذايا نخليهم يتقلاو شوفوا الباذنجان قطعته وقليته درت له شويه تاع الملح ماشي حاجه كبيره وقليته انني درت كميه صغيره باسكو غير انا منبتين ناكلوا ناكل الباذنجان بهذه الطريقه هكذا شوفوا كاين بزاف نقولوا شطيط حتى على الباذنجان كاين بزاف الوصفات كل خطره ندير لكم وصفه منها كل وحده كشت هكذا يتقلى لي مليح ندير هنا شويه تاع الملح ما نكثرش بزاف باسكو علاش درت شويه في الباذنجان شوف الباذنجان كل واحد كاش يعيط له كان يعيط له على بالي بلي في الشرق يعيط له باذنجان حنا في العاصمه نقولوا يا باذنجان يا باذنجان يا باذنجان كل واحد كاش يعيط له هكذا لازم تقلى لي الثوم وريحه بنه الثوم لازم تخرج لي في هاد الشطيطه واش نحيش يدي واش ما تنحرقليش هذا ما كان فوالا درت شمو ريحه الثوم طلعت هنا ندير الطوماطيش شوفوا درت واحد زوج حبيبات طوماطيش قطعت مكعبات صغيرين فوالا هكذا دير القمه تجي هايله ما تجيش كميه كبيره تجي القيمه هكذا في طنجره صغيره تجي شابه انا هاد الحوايج نحب ديما طيبهم في الطنجره تاع الفخار هكذا نخليها تتقلى مليح حتى تدبل لي الطوماطيش شوفوا نوري لكم الخميره تاعي العجين كاش خمر كما يقولوا راني اوفوري ومولا ها شوفوا هاي طلعت العجينه بيان راكو تشوفوا كاش طلعت هايله دوك واش راح ندير نقسمها خبيزات صغار دوك نوريها لكم راكو تشوفوا الطوماطيش هاي تبارك مليح بالكم ما تخلوهاش خضراء لازم تبان مليح باسكو الباذنجان كي راه مقلي ما فيش الروح فوالا دوك واش ندير ندوزنها شويه تاع العكري هكذا شويه حار هي تحب الحار شويه هكذا الحار تاعي ما حارش هكذا وندير شويه تاع الكمون ماشي حاجه كبيره على راس المغرف برك هكذا فوالا وندير مغرفه صغيره تاع طوماطيش مصبره ماشي حاجه ما حبيتوش ديروا ما ديروش ماشي مشكل ها راح ندير غير شويه برك هذا ما كان فوالا انا نقول لكم ما حبيتوش ديروا ما ديروش ها دو كان مرق شويه يلا هكذا وندير هذاك الباذنجان نديرو لداخل بسم الله ديروه في البابيا بصوبه باش يشرب لكم الزيت شويه ما يقعدش فيه الزيت بزاف هكذا انا واش ندير دوكا نغطيها ونخليها تطيب في غدا دوكا ما فيها ما تبطاش واحد ميم با 10 دقائق واحد 7 دقائق ولا ماشي نطفيها لا نكمل واش لازم كلها دوكا نعاود نولي للخبز هنا انا نحب نوزن وزنتهم 220 غرام فوالا شوفوا هنا واش ندير نحل بالحليوه ما لازمش يكونوا خشان تحبوا بيديكم ها نقرصوهم برك تحبوا بالحليوه كيما حبيتوا
مش اشرف دورهم باش تاخذ لكم لا فورم مليحه هكذا. فوالا سقموهم دوك انا نديرهم خبيزات خبيزات ونحطهم في السنيوال، يعني وجدت لها البابي كويسون هكذا. الفوق تاعي راهو يسخن 170 حتى 180 درجه، بيد ما نقرصهم كامل في السنيوة نزيد نخليهم شويه يخمروا ونوريهمكم قبل ما ندخلهم للكوشه. هنا كيما راكم تشوفوا راني قرصتهم، دوك واش ندير لهم؟ نقبهم هكذا واحد التقيبات برك هكذا، باش عندكم حاجه اللي عندكم وسيو بها هكذا، ولا حبيتوا بالفرشيطه ديروا بالفرشيطه. هذا مكان فوالا، حتى نكملهم كامل ودوك ندخلهم للكوشه. نروحوا للطنجره ديالنا، ها هي وراهي هاكو تشوفوا، هاو طاب دنجال هكذا. دوك واش ندير هنا؟ نكسر حبيبات تاع البيض. بسم الله، هذه الاولى، ثانيه، ثالثه، والرابعة هكذا، ستة هكذا. دوك اش ندير؟ نغطيهم ونخليهم يطيبو. فطورنا تاع اليوم راهو طاب. هذا باذنجان كيما قلت لكم، درت شطيطحة تاع الباذنجان، فقست لها حبيبات بيض وقليت الباذنجان. اكو شتوني كاش درتو؟ دوكا واش درت؟ شويه حبيبه تاع الفلفل الحار خضراء ودرتها من الفوق. الخبز تاعنا راهو قدامكم كيما راكو تشوفوا، فيه راهو سخون بالبزاف هذا، ونخرجتو من الفوق. كي تخرجوه تسيبوه هكذا ناشف، ومن بعد يطرى وحده، يطرى تري تري بيان وبنين بالبزاف مادام فيه الزيت وشويه تاع السمن. هادو هما الوصفات تاعي، باش نقول لكم برك ديروا جيم، ديروا ابوني لي ما رايش ابوني، ولا واسي، ولا مش عارف الجرس ما على بانيش. المهم باش لاشان هادي نتاعي ان شاء الله تكبر والناس كاملين يستفادوا منها، واللي ما يعرفش يتعلم. وماذا بيا تكون عجبتكم لي غوسيت تاعي كاملين راهم فلاشان تاعي. معليا غنقولكم في امان الله وحفظه، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.